طيب بنبدأ بقى ان احنا نكمل في تصنيع البوردة. احنا خلاص شفنا طريقة السنجل لاير، شفنا ازاي تطبع البوردة في البيت. ناس كتيرة كانت علقت لي ان ال NRF او التوصيلات الخاصة بال NRF مكانها غلط، لانها هتيجي تركب هنا فبالتالي هيبقى في مكونات هنا فمش هتنفع. تمام، فمثلا افترضنا يعني ده حاجة كده ليك قبل ما ندخل في تصنيع البوردة. افترضنا انت عايز تنقل ده هنا، علشان تنقل ده هنا لازم ترجع تاني تفك الراوتنج ده كله. ليه؟ لان التوصيلات اللي هنا دي كلها كده هتبوظ اول ما هتسحبها لتحت، كل التوصيلات هتبوظ. بص كل حاجة هنا بدأت تشوف اكسه، تمام كده. وكمان دي هتتثبت على السيرفس الاعلى او التوب لاير. طبعا خلاص بعد ما عدلت التوصيلات بتاعت ال NRF، بس عشان الموديول هيتوصل في الجهة دي فالحتة دي أصبحت فاضية، ده مكان للتثبيت مسمار، فده هتتحط فوقها فمفيش أي مشكلة، لأن كده كده بيبقى فيه سماكة أو تخانة بتبقى بترتفع عن البوردة بحاجة بسيطة. خلاص عدلنا الموضوع، خلصنا. عايزين نطلب البوردة زي ما انت شايف في Generate Fabrication أو File أو الجيربر فايل. هتضغط على الأيكون دي هيقولك بليز سيف، هنبدأ إن احنا نسيف. هنبدأ ان احنا نضغط على نفس الايقونة مرة تانية، بيقولك عايز تعمل اختبار الدي ار سي، مفيش مشكلة هيعمل لي اختبار الدي ار سي. لو عدى هيبدأ يظهر لي بالمنظر ده، بيقولك البي سي بي كوانتيتي عدد البوردات. طبعا انت لسه بتعمل بروتوتايب، فانصحك ان انت تعمل 5 بوردات بس. السيكنس او طبقة السبستريت او البيز ماتيريال خليها 1.6، ما تغيرش فيها علشان في الاخر التكلفة بتاعتك تطلع تكلفة قليلة. خلي بالك انت هنا $2، لو جيت تغير مثلا تخليها 2 السعر ده هيتغير بناء على اختيارك. شوف مجرد 4 من 10 زادوا في بتاع طبقة السبستريت عشان يديها طبعا متانة اكبر، زود السعر 17 ضعف. خلاص كده فركز معايا في الاجزاء دي، سيبها 1.6. اي حاجة خليت لك ال5 بوردات اغلى من ال$2 او التسعيرة اللي هم عاملينها، يبقى عندك في حاجة مش مظبوطة في التصميم. الاقطار بتاعة الفايز مش مظبوطة، تبدأ ان انت تكبرها، لان كل ما صغرت كل ما بقت التكلفة اكبر، لان الدقة هتبقى اعلى. تمام كده البدات بتاعتك هتبقى صغيرة زيادة عن اللزوم. الكلام ده كله بيأثر في النهاية في السعر، عدد الطبقات، الكلام الحاجات اللي هي المفروض يعني باللوجيك كده بتأثر في سعر البورد. البي سي بي كولر دلوقتي مثلا لو احنا عايزينها اي لون تاني غير الـ غير الـ يعني شايف ان هي باللون الازرق كويسة، فهختار مثلا اللون الازرق. بالنسبة للسيرفس فينش، السيرفس فينش ده اللي هو تفنيش السطح، وده ليه شرح هنشوفه ان شاء الله لما ننتقل للموقع دلوقتي. تمام، هنشوف الشرح وايه الفروقات ما بينهم. هما التلاتة، هما 3 تكنيكس او 3 طرق بيتم استخدامهم في التفنيش بتاع البوردة في النهاية بيبقى عامل ازاي. الكابر ويت زي ما قلنا، الكابر ويت احنا كنا شغالين على 1 اونس. تمام كده، لو انت زودتها 2 اونس بص السعر، انتظر شوية السعر بقى 18، زاد 9 اضعاف. خلاص كده فسيبها 1 اونس، لان احنا حسبنا عرض المسارات بناء على 1 اونس بس. فده خلاص كده يبقى تكلفة البوردة $2 طبعا خارج الشحن والجمارك. يبقى انت كده بيقولك ال estimated delivery time من 3 ل7 ايام، ده طبعا كلام يعني. هما 3 ل7 ايام المدة اللي هتستغرقها تصنيع البوردة داخل المصنع، هي في الغالب ما بتستغرقش اكتر من 3 ايام. بعد كده بقى الوقت اللي بيضيع كله بعد كده بيبقى في الشحن، اللي هو موقع LCSC. تمام، بيبدأ ان هو الاوردر لو اكبر من $300 يعمل لك شحن مجاني. طبعا انت كل اللي هتعمله بعد ما اخترنا هنا مجموعة البارامترز هتقول له order at GLC PCB. طبعا هيبدأ يحولك على موقع GLC PCB، وزي ما انت شايف بيعمل كونكتنج بالسيرفر. تمام، هقول له اوكي علشان انتقل للسيرفر. بدأ يدخلني على موقع GLC PCB وبيقول لي سجل دخول، علشان يبدأ بعد كده يدخلني على بقية الخطوات. طبعا انا سجل دخول بالاكونت بتاعي على الجيميل. زي ما انت شايف بدأ يرفع الجيربر فايل على الموقع، موقع بتاع GLC PCB.
لما رفع الجربر فايل جاب لك كل الاعدادات اللي انت عملتها، بس اعدادات اكتر منها بقى هنا. يعني هو حط الاعدادات اللي انت اخترتها في الموقع هنا، ولكن جاب لك مجموعة من الاختيارات اكتر من الاختيارات اللي فاتت. اذا انت تقدر تروح للموقع بشكل طبيعي، تمام، وتبدأ ان انت تقول له كوت ناو، وتبدأ تقول له اد يور جربر فايل، وتفتح الجربر فايل بتاعك. وما تفتح الجربر فايل هيدي لك برضو نفس الخصائص دي، وهيشوف وهيحدد الدايمنشن بناء على الجربر فايل اللي انت هترفعه. يبقى نفس الفكرة، يا اما تطلب من على الموقع ايزي اي دي اي، يا اما لو معاك الجربر فايل تقدر تخش على الموقع مباشرة وترفع الجربر فايل على الموقع. طبعا جايب لك البوردة من الوجه ومن الظهر، تمام، وبيقول لك اللاير والدايمنشن والبي سي بي كوانتيتي، وبتتأكد طبعا من اللي انت اخترته. طبعا احنا محتاجينها ازرق زي ما انت شايف. هنا كان بيقول لك ان هو لحد يوم 31 يناير، في عيد قومي في الصين، فمش هينفع يتعمل الا الاخضر بس، تمام كده. لحد طبعا ما يعدوا بس كده 2 3 كده في شهر فبراير، هتلاقي الموضوع بقى ايه، بقى تمام يعني. خلاص مفيش مشكلة، خلينا في الجرين مؤقتا يعني في الفترة دي. طبعا بعد تقريبا 2 3 فبراير كده هتلاقي الموضوع رجع تاني يتيح لك بقية الالوان بتاعت السولدر ماسك. بالنسبة للسيرفيس فينيش هنا في الموقع، طبعا لو انت وقفت على علامة الاستفهام دي او علامة الهلب، هيقول لك العنصر ده بيمثل ايه، او شرح العنصر مبسط، شرح مبسط للعنصر، تمام كده. السيرفيس فينيش لو انت وقفت هنا يقول لك ليرن مور، لو ضغطت على ليرن مور هيشرح لك بالظبط انواع السيرفيس فينيش الثلاثة المتاحين، اللي هو الهوت اير سولدر ليفلينج، تمام، وايه المميزات بتاعته وايه العيوب بتاعته. تاني نوع الليد فري اتش اي اس ال، واخر نوع اللي هو الالكتروليس نيكل اميرشن جولد، تمام كده. فبيقول لك بقى ايه مميزات كل نوع والعيوب بتاعته. بيقول لك ان النوع ده هو ارخص نوع، اللي هو الاتش اي اس ال، اللي انت بتستخدمه في الغالب عشان طبعا ترخص من سعر البوردة، نوع رخيص. وفي النوع ده بيتم تجنب تآكل النحاس، تمام كده. ده السيرفيس فينيش، درجة تفنيش البوردة. خلاص العيوب، يعني قد يكون ينتج عن السيرفيس فينيش ده اسطح غير مستوية، سيبك من الكلام ده، طبعا مش كويس السيرفيس فينيش لبعض المكونات، يعني ممكن يعمل صدمات حرارية في اجزاء معينة. تقدر انت بقى تبقى تسيرش عليها وتعرف اكتر الحاجات دي بتعني ايه او هتفرق معاك في ايه. نرجع تاني، طبعا الكبر ويت الجولد فينجر ده، لو انت ضغطت على طبعا علامة الهلب زي ما قلت لك، هيوري لك ايه هو الجولد فينجر. زي ما انت شايف لو انت بتعمل كارت زي كارت الشاشة، هيركب في بي سي اي حاجة زي كده، في تصميمك حاجة زي كده، لا مش متاح طبعا الا الاف ار 4. بالنسبة للبانل، لو انت طبعا هتعمل البوردة على تصميمات، يعني كلهم هيبقوا بانل كبيرة، لو انت وقفت هنا بانل وبتقسم البوردة بتاعتك، انت هتبدأ تقطعها، تمام. يعني انت هتبدأ تقول له، انت من نفسك مش هتسيب الحرية للشركة ان هي تعملها لك على بوردة كبيرة او حجم كبير ويبدأ يتقطع بعد عملية التصنيع، لا هو انت هنا اللي هتعمل البانل بنفسك. يعني لو قلت له طبعا يس، هيقول لك البانل اللي انت عايز تعملها دي كام في كام، وهو هيبدأ يقطعها بالمنظر ده، تمام كده. يا اما تتقطع بالعرض يا اما تتقطع بالطول، على حسب انت عايز تعمل البانل بتاعتك ازاي. الفلاينج بروب تيست هو عبارة عن اختبار بيتم على البوردات عشان تفحص سلامة البوردات، يعني بتأكد ان مفيش open circuit، في short circuit، حاجة زي كده. فالاختبار ده المفروض ان هو بيتعمل يعني بشكل تلقائي، فعايز تعمله ولا لا. الاختبار ده مش من الحاجات اللي بتأثر على السعر. classified holes زي ما انت شايف بيشرح لك الفكرة، ما عندناش احنا حاجة زي كده. different design زي ما قلت لك، ده بالنسبة لموضوع البانل، تمام. ريموف اوردر نمبر، طبعا البوردات بيبقى عليها اوردر نمبر موجود من الشركة، تمام. انت تقدر تحدد مكانه، ده مش هيأثر في السعر، يعني انت تقول له سبيسيفاي لوكيشن، ده مش هيأثر في السعر. عايز تحدد مكانه في حتة معينة في البوردة، طبعا لو قلت له يس، طبعا لو انت قلت له اه انا عايز اشيل الاوردر نمبر ده، هيبدأ يفرض عليك تكلفة اضافية لإزالة البرودكت نمبر او اللي هو الاوردر نمبر اللي بيحطه لك بشكل تلقائي على البوردة بتاعتك، وده بيفيده هو في التصنيع، في عملية التصنيع. ولو حصل مثلا مشكلة في البوردة وانت عايز ترجعها، يعني الحاجات دي بتفيده هو. فطبعا لا عادي، مش كل اللي عايزه في النهاية التصميم يطلع بأقل قيمة، اللي هي البوردات 5 بوردات 2 دولار، 10 بوردات 5 دولار.
طلع اكتر من كده يبقى في خلل عندك، في خلل في حاجة معينة من اللي اتكلمنا فيها. تمام، لو عايز تستخدم السيرفيس ماونت تكنولوجي ده، لو انت كل البوردة بتاعتك مستخدم سيرفيس ماونت ديفايس اس ام دي، مكونات اس ام دي كلها متركبة على السطح، هيتم لحام المكونات دي بشكل تلقائي باستخدام التكنولوجيا دي، وبالتالي هيتطلب منك ده ان احنا نكمل في موضوع تاني ممكن بعد كده طبعا، يعني ايه لو في وقت نبقى نشرح موضوع الاس ام تي. الفكرة منه ان هو بيتم تجميع المكونات بشكل تلقائي، بتساعدك ان انت تجمع المكونات بشكل تلقائي. الستنسل او الشابلونة، الشابلونة دي بتتعمل من مادة من المعدن، بتسهل عليك عملية اللحام لانها بتبقى اسطمبة لمجموعة المكونات بتاعتك. تمام، بحيث الارجل اسطمبة الارجل المكونات بتاعتك، بحيث تسهل عليك في عملية لحام مكونات السيرفيس ماونت. فلو عايز تفعل الخيار ده بتفعله وبتبدأ تمشي معاها، يعني بتبدأ تعمل كده وبتبدأ بقى تختار مجموعة الخصائص، وبيبدأ يحسب لك تمن الشابلونة كام وكده. تمام، لحد كده البوردة تكلفتها 2 دولار. خلصنا خلاص، مش محتاجين اي حاجة من الاوبشنات الاضافية دي. طبعا زي ما انت شايف الشيبنج استميت، والراجل هنا بيقول لك لو دي اتش ال هتدفع 18 دولار، ده موضوع الشحن، عايز تشحن بقى بالنسبة لمصر. طبعا عشان انا مدخل البلد هنا مصر او شيبت تو ايجيبت، فقدامي حاجة من اتنين، يا عن طريق البريد. تمام، الطريقة دي هتكلفني كام؟ هتكلفني زي ما انت شايف 8 دولار، يا اما اشحنها دي اتش ال، في الحالة دي هدفع 10 دولار اضافية، يعني هنا تكلفة الشحن 8 دولار، هنا 18 دولار، وتكلفة البورد أصلا 2 دولار. البوردات هو للأسف كده، شوف انت بقى لو انت عايزهم 10 بقى على نفس التكلفة هتفرق معاك في الجمارك، ده طبعا من غير مصاريف الجمارك. طيب بعد ما بس نطلب الأوردر الأول، خلاص انت خلصت سيف تو كارت، اخترت طريقة الشحن. طبعا طريقة الشحن دي من 15 لـ20 يوم، اللي هو عن طريق البريد عن طريق دي اتش ال، من 3 لـ5 أيام طبعا، بالإضافة للزمن أو زمن تصنيع البوردات. ياريت لو أنت لسه مشتركتش في القناة تشترك عن طريق الضغط على زرار السبسكرايب الأحمر اللي موجود أسفل الفيديو.